بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى البيثويين في كل مكان. جايين لحضراتكم بمجموعة تريكات، مجموعة فانكشن هتسهل على حضرتك كتابة الأكواد أو كتابة الفانكشن اللي حضرتك محتاجها. يعني بدل ما ابذل مجهود عشان ابني فانكشن معينة، الفانكشن دي موجودة بس حضرتك مش واخد بالك منها. من ضمن الدوال اللي بنتكلم عليها النهاردة ده اللي اسمها all close. all close دي فانكشن او عفوا ميثود مبنية داخل النمباي. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ احيانا كتير قوي وانت باكستراكت انفورميشن من فايل او بتجنريت مجموعه من الاري، محتاج تقارن اري مع اري تانية within tolerance او عاوز تقارنهم كابسولوت فقط. فكان البديل ان انت تدخل تعمل لوب وتاخد كل قيمه مناظره مع القيمه التانية، هنشغل element wise وتبدا تقارنهم مع بعض وفي الاخر تطلع قرار والله لو كان كل element بيساوي element المناظر ليه فهنرجع ترو، ولو كان ما حصلش او في حاله واحده فقط ادت فولس فالكونديشن بتاعك فولس. كنت محتاج تعمل لوب ومحتاج تمشي على كل element wise تعمل indexing كده عشان توصل للموضوع، تمام؟ ما بالك كمان بقى لو انت كنت عاوز تقارن وفي حدود كمان تولرنس، حدود سماحيه معينه. الداله دي موجوده بالفعل اسمها all close. all close دي الداله بتحسب بالشكل ده. لو عندك array اسمها a واray اسمها b numby هياخد كل element شغال element wise، الelement الاول في المصفوفه الاولى ناقص الelement الاول في المصفوفه الثانيه ويروح يطرحهم من بعض ويجيب الابسوليوت، هيجيب الفرق ما بينهم. وان كان الفرق ده اقل من او يساوي البارامتر اي تولرانس بلس الريلاتيف تولرانس تايمز الابسوليوت بتاع القيمه الاولى في المصفوفه الثانيه، اوكي؟ هي دي المعادله. لو حصل الكلام ده على كل element اوكي يبقى الداله بتاعتك اول كلوز هترجع بيه ترو. هنشوف الكلام ده وهنشوف مجموعه من الاوبشن مع الداله. تعال اول بس نعمل ايه، تعالى نجنريت ننفذ اول امر، بعمل امبورت للفانكشن عفوا للنم باي، ثم هجنريت اكس 1 وجنريت اكس 2. هنا زي ما انت شايف اكس 1 واكس 2 بالشكل اللي قدام حضرتك ده. طبعا حضرتك ملاحظ ان الاليمنت الاول والاليمنت الاول الفرق بينهم 1 من 100، ده 2 من 100، ده 2 من 100 وده 1 من عفوا وده 2 من 100. طيب لو انا حطيت او نرحت الداله بتاعتي nb.allclose لمين بقى؟ x1 وx2 دول التو اري اللي انت مهم جدا ان تقارنهم element wise في حدود التولرانس، والتولرانس ده عندك حاجتين، حاجه اسمها relative tolerance والابسوليوت tolerance. عشان افهمك الموضوع اضطرينا نحط الار تولرانس بزيرو، فطبعا زيرو هيتضرب فيه الابسوليوت بتاع القيم، اي قيمه من الاري الثانيه هيبقى المقدار ده بصفر. يبقى كانك عاوز تقول لو الدفرنس بين كل قيمه والمناظر ليها اقل من الاي تولرانس، والكلام ده حصل لكل الاليمنت، ارجع بترو. انا حاطط هنا الاي تولرانس بكام؟ بواحد من 1000. يبقى اذا كان فرق القيمه الاولى ناقص القيمه الاولى و اوكي القيمه الثانيه والقيمه الثانيه والثالثه والثالثه والرابعه والرابعه كل واحده فيهم اقل من واحد من 1000 هيرجع بترو. الاوبشن ده هوريه لك حالا الوقت ده بتاع ايه، بس سيبك منه دلوقتي، خلينا في ده. لو جيت عملت ده، طبعا انت ملاحظ ان الفرق بين القيمه الاولى والقيمه الاولى هنا 1 من 100 بغض النظر عن الاشاره، لان بناخد ابسولوت، وهنا وهنا 2 من 100. طبعا الواحد في الاثنين 1% ده اكبر من 1 من 1000 اوكي، وبالتالي الكونديشن ده ما حصلش، وبالتالي الداله هنا هترجع بمين؟ هترجع بفولس زي ما انت شايف. لو كبرت ده وخليت التولرانس بتاعك 1 من 10 اوكي، لو خليت التولرانس 1 من 10 اوكي اهو زي ما انت شايف، يبقى دلوقتي اذا كان الفرق بين كل قيمه والمناظر ليها اقل من 1 من 10 على اساس ان حاطط ريلاتيف تولرانس بزيرو، فالجزء الثاني بتاع المعادله بتاعتي بيساوي اهو لما تحط الار تولرانس بصفر ده يتضرب في ده، اتبقى مين؟ اتبقى الاي تولرانس. فاذا كان الاي تولرانس انا اتحكمت فيه وحطيته بواحد من 10، لما تيجي تبص تلاقي زي ما حسبنا الفرق بين كل قيمه والثانيه تقريبا يا اما بتتكلم في 1 من 100 او 2 من 100، وفي الحالتين دول اقل من 1 من 10، ومتحقق لكل الموضوع كانك شغال element wise، وبالتالي الداله بتاعتك هترجع بمين؟ هترجع ب true. اوكي؟ داله بسيطه جدا اسمها all close بتقارن بين تو array من النم باي، واذا كان الموضوع element wise ان كل العناصر element الاولى بقارنها مع كل العناصر بتاع الاليمنت الثانيه في حدود مين بقى؟ في حدود الار tolerance والاي tolerance اللي بنكتبهم على حسب المعادله بتاعت حضرتك.
تمام؟ يبقى انت تقدر عن طريق استغلال المعادله اللي فوق دي تتحكم وتحط لي التولرانس اللي انت عاوزه، يا ترى هو ريلاتيف من الايه ولا ابسوليوت ولا مجموع الاثنين. كمان في اوبشن حلو جدا، الاوبشن ده يا ترى وانت بتقارن احيانا بيبقى عندك فيه ميسنج فاليوز، الميسنج فاليوز دي بتبقى موجوده في الفايلات بتاعه الاكسل شيت. لو اتفقنا ان انت قريت بشكل ما وجبت الاري بتوع حضرتك، او كان عندك تو اري وكان فيهم بشكل ما نوت نمبر اللي هي الميسنج فاليو، احنا عارفين احنا في البايثون بنعبر عن الميسنج فاليو بنوت نمبر ان اي ان، اوكي. لو انت بتقارن وطلع عندك هنا نوت نمبر وهنا نوت نمبر، انا بقارن الاري دي اوكي مع الاري دي، يا ترى وانت بتقارن عاوز تعمل ايه؟ عندك حاجتين، يا اما النوت نمبر اذا كانت موجوده وقصادها في نفس المكان اوكي نوت نمبر، فانت ممكن تقول ده نوت نمبر وده نوت نمبر ويبقى دول كده كان المقارنه حصلت والاثنين تيبيكال، او ان انت اول ما يظهر نوت نمبر في احد التو اري تدي فولس براحتك. لو انت شايف ده بدون الاوبشن هيديك فولس، مع ان لو بصيت تيبيكال ده واحد ده واحد ده نوت نمبر نوت نمبر، بس انت قايل له او الديفولت بتاعه ان وجود النوت نمبر ارجع بمين، ارجع بفولس. لكن لو انت استعملت الفولس بقى الاوبشن اللي هو ايكوال نوت نمبر خليته ترو، لان هو الديفولت فاليو بتاعته كانت فولس اللي اشتغلت هنا، لو انت خليتها ترو ده معناه بقى هيبص على النوت نمبر ويبص على المكان المناظر ليه، ان لقى فيه نوت نمبر يكمل مقارنه على بقيه العناصر عادي جدا، والنوت نمبر ده هو النوت نمبر ده، وبالتالي لما تطبق هنا هيرجع لك بمين، هيرجع لك بترو. ليه بقى؟ لان القيمه الاولى بتساوي الاولى طبعا في حدود الاي تولرانس والريلاتيف تولرانس على حسب المعادله، لكن النوت نمبر والنوت نمبر كحاله خاصه هيبص على الاثنين موجودين في نفس المكان فيعدي الاوبشن ده. دي دالت اول كلوز. التريك الثاني المهم جدا الداله اللي اسمها كليب. ايه كليب دي؟ احيانا وانت بتشتغل في مجال الاحصاء مثلا، او عاوز تعمل كليبنج الداتا، يعني ايه؟ الداتا بتاعتك واخده رينج كبير، فانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اجي عند فتره معينه اوكي، عاوز اقول ان في اللور هحصر البيانات بتاعتي بين اللور رينج وابر رينج اوكي، او اللور باوند والابر باوند. طب لو كان عندك في السيريز في البيانات بتاعتك في قيمه اقل من اللور باوند تعمل فيها ايه؟ هحطها بقيمه اللور باوند. طب ولو كان في قيمه اكبر من الابر باوند احطها بقيمه الابر باوند. طب وان بتوين سيبها زي ما هي. يبقى نقول تاني، عندك مجموعه بيانات، البيانات دي سيريز ممتده بشكل ما، عاوز اجي اعمل لها كليبنج، يعني عاوز اقول احصرها بين مينيمم كذا وماكسيمم كذا، انا مش بعمل لها سكيلنج ولا حاجه. هعمل ايه؟ الطريقه البسيطه ان اجي على البيانات دي اقول والله الاقل من اللور باوند حط لها سيتنج باللور باوند، والاكبر من الابر باوند حط لها قيمه الابر باوند، واللي في النص هي محققه الشرط. فالداله زي ما قلت اسمها كليب، موجوده في النمباي. ده الاكس بتاع حضرتك اوكي، انا عملت جنريت الاكس بالشكل ده في قيم 3 و17 و14 وهكذا. لو انا جيت اعمل كليب للاكس بين الاثنين والخمسة، ده معناه ان انا عاوز قيمه اكس بتاعتي اوكي تكون محصوره بين الاثنين والخمسة، وبالتالي لو لقينا قيم بين الاثنين والخمسة تفضل زي ما هي. طيب اقل من اثنين تبقى قيمتها باثنين، اكبر من خمسة تبقى قيمتها خمسة. وبالتالي لما تيجي تعمل ده هتلاقي القيم اللي راجعه عند حضرتك بكام بقى؟ هتلاقي القيمه عندك اول قيمه، بص على اول قيمه 3، ف 3 ان رينج ما بين الاثنين والخمسه تفضل 3. لما تيجي تبص على 17 تلاقي ال 17 مالها؟ اكبر منين؟ اكبر من 5، وبالتالي تبقى قيمتها كام بقى؟ 5. 14 اكبر من 5 تبقى 5، 23 تبقى 5، 2 اقل من كام؟ 2 بقيمتها زي ما هي، 2 بقيمه الاثنين اللي هي المينيمم، و2 ب2، ال 6 اكبر من 5 صح؟ 6 اكبر من 5 تبقى بكام؟ تبقى ب5، وال8 وهكذا، وتقدر تبص على الباقي. يبقى انا كده عملت كليبنج لمين؟ عملت كليبنج للداتا بتاعتي. من اشهر كمان التريكات اللي موجوده ميثود اسمها اكستراكت. اكستراكت ايه اللي بتعمل دي؟ اكستراكت، اكستراكت دي بتكستراكت بعض الاليمنت، بتستخرج من السيريز بتاعتي او من الاري بتاعتي، بتستخرج منها اليمنت تحقق شرط معين، اليمنت تحقق شرط معين. انا هروح اجينريت ارقام صحيحه الماكسيمم بتاعها 20 و12 رقم اوكي، فلو قلت له اكس بكام هتلاقي الارقام بتاعه حضرتك موجوده اهي، ادي 20 12 رقم بالشكل ده اوكي. طيب اكستراكت بقى اقدر اقول ان بي نم باي دوت اكستراكت، هات لي العناصر اللي اكس اقل من 3 اوكي او اكس اكبر من 15. تقدر طبعا تحط الكونديشن اللي انت عاوزه، هنا بتحط الشرط اللي انت عاوز بناء عليه تجيب العناصر اللي حققت الشرط ده اوكي،
وبديله مين؟ بديله معاه كمان من ضمن الاوبشن، بديله مين؟ بديله الاكس. لو عملت ده هتلاقيه راجع لك بقى، يا ترى مين من هنا اقل من 3 ومين من هنا اكبر من 15؟ يبقى اقل من 3 ده ما ينفعش، صح؟ ده مش اقل من 3، اكبر من 15 يديك 17، ادي 17. ودي عفوا اقل من 3 واكبر من 15، اكبر من 15 يديك 17. 12 لا، 16 اوكي لانها اكبر من 15، 19 اوكي، لكن بقيه العناصر ما جيش ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. دي اسمها اكستراكت، ان انت بتحاول تستخرج من الاري بتاعت حضرتك العناصر، مش الاندكس، العناصر اللي بينطبق عليها الشرط اللي حضرتك حطه او وضعته مع مين؟ مع الاكستراكت. في داله تانية شبهها اسمها الهوير. ايه الهوير دي بقى؟ الهوير دي بترجع لك بانديسيز، بترجع لك باماكن العناصر اللي حققت شرط معين. تعالى نجنريت اري نام باي، وتعالى نقول له ان بي دوت وير، ان بي دوت وير اكس اكبر منين؟ زد اكبر منين؟ من 5. كده هيرجع لك بالانديسيز اللي العناصر بتاعتها اكبر من 5. فلما تنفذ ده هيدي لك العناصر اللي اكبر من 5، البوزيشن رقم 2 ادي 0 1 2 اللي هي 6، والبوزيشن رقم 3 ده اكبر من 5، والبوزيشن رقم احنا قلنا كام؟ 2 و3 و5، وهتلاقي 7 و8 دي عناصرهم اكبر من 5. لو حبيت تحط بقى في العناصر دي، انت عارف لما تيجي تدور كده في كونديشن، ان كونديشن معين حصل وحضرتك حابب تحط قصده قيمه، يعني لما يحصل تعمل هيت، ان انت حصل ان انت جبت القيمه او مس افتقدته، وده اكسبريشن مهم جدا بنحتاجه، هيت ومس، ان لو حصل حاجه انت وصلت لها فبنقول هيت، لو الكونديشن ما حصلش بنقول مين؟ بنقول مس. يبقى لو لقيت العناصر بتاعه حضرتك ان زد اكبر من قيمه من 5 هيحط لي هيت اهو ان بي دوت وير، وتحط الكونديشن زد اكبر من 5. عاوز تعمل ايه بقى لو زد اكبر من 5؟ عاوز اعمل ريبليسمنت للقيمه دي بالسترنج اللي اسمها هيت. طب ولو كان الكونديشن ما حصلش، اعمل ريبليس للقيمه دي بمس. اوكي، دي الجمله دي لذيذه جدا اهو. لو حققت كده وقلت له الكونديشن بقى عباره عن ايه، اوكي، هتيجي تبص تلاقي ايه اللي حصل بقى. اول قيمه دي انت بتدور على زد اكبر من 5، فالواحد دي مش اكبر من 5 تلاقيها مس، الخمسة مس، الستة هيت، والثمانية هيت، وهكذا بناء على مين؟ بناء على باقي الكونديشن. تمام. طيب اخر حاجه موجوده معانا حاجه اسمها البرسنتايل، والبرسنتايل دي الناس بتوع الاحصاء اساتذتنا بقى في الاحصاء يهمهم حته البرسنتايل. يعني ايه برسنتايل؟ البرسنتايل هي القيمه اللي عندها، اوكي، القيمه اللي عندها نسبه من الاوبزرفيشن او نسبه من القيم، اوكي، بتبقى اقل منها. يبقى هي الفاليو بلو هويتش a given percentage of observation in a group of observation fall، اللي هي القيمه زي ما قلنا. يعني مثلا لو انت بتقول لي التنس برسنتايل، ده معناه ايه؟ هي القيمه او السكور اللي تحته 20% من الاوبزرفيشن بيقع. يبقى لما اقول ان دي الزد بتاعت حضرتك واجي اقول له هات لي ان بي دوت برسنتايل للزد و25، يعني هات لي القيمه اللي 25% من الاوبزرفيشن، 25 من دول 25% من القيم دي، ماشي كده، تقع تحتها، 25% تقع تحتها. فلما تعمل ده يدي لك مين؟ يدي لك التلاتة. عند التلاتة حوالي الربع تحت التلاتة، ده اسمه البرسنتايل. يبقى البرسنتايل زي ما قلنا هي القيمة، اوكي، القيمة اللي تحتها بيقع نسبة من الاوبزرفيشن. لو قلت 25% يبقى هات لي القيمة اللي موجودة في الاري اللي 25% من الملاحظات بتوعي يقعوا تحتها. يعني كأنه بياخد السيريز دي يرتبها ويبدأ يحاول يجيب الربع فين بالظبط، ويجيب القيمه اللي قبله، عفوا اللي بعده، وتبقى هي دي قيمه ال 25% برسنتايل، او الخمسه عفوا او ال 25% برسنتايل. ده الدوال. يبقى النهارده بشكل كبير اتكلمت على اربع تريكات مهمين جدا، اول كلوز بستخدمها في المقارنه، ثم كليب بعمل كليبنج للديتا، او ان انا بقطع الديتا بحيث تبقى محصوره بين اللور باوند والابر باوند، اكستراكت بحيث ان انت تجيب مجموعه العناصر من الري اللي بتحقق شرط معين، هوير او وير اللي بتجيب مجموعه الانديسيز اللي بتحقق حاجه معينه، وممكن تحطها بالشكل اللذيذ اللي قدام حضرتك ده اللي يقدر يخدمك بشكل ما عشان يعمل ريبليسمنت،
وجملة مين وجملة البرسنتايل. أتمنى في الختام أن المحاضرة هي محاضرة خفيفة وظريفة ولطيفة زي ما أنتم عارفين، تحوز على إعجاب حضراتكم، ولو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.